ورجعنا لكم مشاهدينا، وبنبتدي اولى فقرات حلقتنا معاكم النهارده، واللي هنتكلم فيها عن رياضه الزومبا والايروبكس مع الكابتن علياء حمدي، مدربه لياقه بدنيه زومبا ايروبكس. اهلا بيك معانا كابتن حضرتك. علياء. اهلا وسهلا كابتن علياء. في البدايه نحب نعرف ايه الفرق بين الزومبا والايروبكس؟ الزومبا الايروبكس هي مبدئيا كلمه لاتينيه بتعني مع الهواء، مع يعني ده الهواء. تمرين مرتبط اول حاجه بالهواء بالاكسجين، وطبعا بنحرك فيه عضلات كبيره في الجسم بجانب العضلات الصغيره اللي من شده متوسطه الى يعني من قليله الى متوسطه لفتره زمنيه طويله شويه. الزومبا عبارة عن حركات راقصة يعني مع الإيقاعات أو تمارين مع الإيقاع نفسه، برضو بتعزز اللياقة البدنية وبتتعزز التحمل الدوري التنفسي اللي هو عنصر من عناصر اللياقة البدنية، بتعزز المرونة في الجسم عامة يعني. طب يعني انهي رياضة انسب للي حابب يخس مثلا او حرق يحصل على جسم جميل، اللي بيبقى الزومبا ولا الايروبكس؟ الاثنين مع بعض، حرق الدهون بيتمثل في المجهود العالي، ضربات القلب حسب ضربات القلب، الرياضة اللي بتخلي ضربات قلبك سريعة هي الرياضة اللي بتحرق لك الدهون، مثال ليها الزومبا والايروبكس. وفي تمارين تانية، الجري، ما هي كلها تندرج تحت تمارين الكارديو، الجري، السباحة، تمارين الجري في المكان، منها تمارين الجامبنج جاكس، في تمارين كتير جدا بتحرق الدهون. في عناصر لياقة بدنية بتندرج تحتها الزومبا والايروبكس، المرونة، التحمل الدوري التنفسي اللي هو بنخلي القلب والعضلات والرئة يشتغلوا مع بعض بكفاءة عالية. دي من اهم الرئة والايه والقلب القلب والعضلات، اما والقلب هو اسمه والعضلات. التحمل الدوري التنفسي او التحمل القلبي التنفسي، يعني بنخلي القلب والرئة والعضلات يشتغلوا كلهم في توافق عصبي عضلي، ودي من اهم مميزات الزومبا والايروبكس. طب بيتم ازاي؟ يعني انت بتعرفي ازاي ان من خلال خلاص التمارين، هي الثلاث حاجات بتبقى دول ابتدوا يشتغلوا مع بعض؟ بتبقى من خلال التمارين اللي بنمارسها كل يوم بطريقة معينة، طبعا الشدة بتاعتها بتبقى متوسطة إلى عالية حسب سرعة الإيقاع وحسب التمرين نفسه. مش مطلوب على فكرة يبقى المتمرن يعني أو اللي جاي عارف أو يعني ليه يعني متمرس فيها، ممكن حد مبتدئ خالص يتمرن في الموضوع ده مع الوقت طبعا. احنا شايفين يمكن بعض الصور برضو ده تمرين الجامبنج جاك، ده تمرين كارديو بيحرق عدد سعرات لا بأس بها يعني، وده برضو بيقوي العضلات وبنستخدم فيه العضلات الكبيرة وأهمها الرجل. وطبعا ده بقى لتخسيس منطقة ايه بقى؟ ده فول بادي، جسم كله، جسم جسم كله. كله وخصوصا الرجل، اللي احنا هنا في الجامبنج جاك بنعمل نط كتير، بنفتح ونقفل الرجل بطريقة سريعة شوية. ده تمرين الهاي نيس، ده برضو صعب شوية بتهيألي ده، ولا هو عايز هو بس يعني عايز ممنوع رياضة للناس شوية؟ اللي عندها بس خشونة في الركبة او عندها اصابات ممنوع؟ في الرجل. في تمارين طبعا بتبقى ممنوعة للاصابات. ده تمرين الهاي نيز، ده تمرين الماونتين كلايمرز اللي هو متسلق الجبل، ده تمرين كارديو حلو قوي، برضو بيحرق دهون وبيشد بيحرق عضلات دهون البطن، وبيشد وبيشد عضلات عضلات الظهر، البطن طبعا، والظهر. وبرضو الدراع، شد الدراع. ده الول سكوات او السكوات الثابت بتاع الحيطه الحائط، ده تمرين برضو مع انه ثابت لكن بيقوم برضو بحرق الدهون لانه هو ضد الجاذبيه، يعني اي تمرين ضد الجاذبيه زي البلانكات والول سكوات بتحرق الدهون وبرضو بتقوي، هو تمارين في الاول في الاخر تقويه، تمارين تقويه، يعني الاغلب تقويه عضلات، تقويه وحرق دهون في نفس تقويه وحرق الوقت. دهون. طبعا كل ده ما ينفعش من دون نظام غذائي يعني. ده تمرين البربي، ده تمرين برضو عالي للشدة، برضو بنحرق فيه كمية دهون عالية، وبيقوم بنشغل المناطق اللي هي من باللون الأحمر في كل حركة، بنشغل منطقة معينة وبشدة عالية طبعا. ده يعني بنشتغله بسرعات معينة، يعني مش سرعة، في ناس بتشتغله بسرعة، ناس بتشتغله بالراحة حسب حسب المستوى بتاعها. طب انت لما بيجي لك حد حابب يبقى عنده لياقه بدنيه او حابب يخس او حابب يقوي العضلات، يعني اول حاجه يعني بتساليه على ايه؟ يعني هل عنده امراض قلب؟ لان برضو مرضى القلب صعب عليهم ان التمارين تبقى مجهده على عضله طبعا القلب. يعني هو طبعا في انواع، في ناس كتير بتيجي بيبقى عندها سكر قلب، اصابات في المفاصل،
الركبه، في الفقرات، الظهر، الحاجات دي كلها بنتعامل معاها. بس في يعني تمارين ما ينفعش نعمل فيها قفز او الجامب، يعني ما يبقاش فيها جامب خالص. بيبقى في تمارين معينه ليهم اكيد، يعني مش كل الناس بتعرف تتمرن الزومبا والايروبكس، مش كل الناس. في تمارين معينه بنعمل حسابها مع الاصابات، وفي تمارين طبعا بتبقى ليهم مخصوص، يعني في تمارين تقويه ليهم، يعني في بعض المصابين برضو بيحتاجوا اللي هو بيحتاجوا لكن التمارين. مش كله بيعرف يشتغل ايروبكس وزومبا حسب برضو الاصابه، لان الزومبا دي تمرين شويه لو خدناه بجد هيبقى تمرين عالي الشده، لو خدناه بجد هو يعني يعتبر متوسط، يعني تقريبا بيحرق في نص ساعه 300 400 سعر حراري، يعني وجبه يحرق. لو ملخبطين ولا حاجه في الاكل بنيجي نحرق السعرات الحراريه الزياده. طب الزومبا دي اي حد ممكن يمارسها في البيت عليه؟ يعني اي احنا حد، يعني عباره عن رقص مع اي مصاب؟ هو عباره عن تمارين راقصه على ايقاعات تمام. معينه، بتبقى بطيئه سريعه حسب المدرب اللي قصادك. يعني في ناس بتبقى لسه مش واخده على التمرين، فبنستخدم الزومبا البطيئه اللي هي حركتها بطيئه شويه، وفي زومبا سريعه. كل ما المتدرب يجي اكتر ويمارس الرياضه دي اكتر بياخد على التمرين، وبيبقى بالنسبه له الموضوع سهل جدا. بالعكس يمكن هو ساعات بيألف يعني حركات حلوه قوي. يعني بتبتدي معاه بالتدريج طبعا، بالتدريج كل حاجه بتيجي بالتمرين. وبالتدريج ما ينفعش يبتدي بسرعات لا طبعا، كبيره. لا طبعا، احنا بنعامل يعني المتدرب الجديد الزومبا بالذات كانه طفل صغير لسه بنعلمه الف ب، فبالراحه خالص التمارين الحركات. وطبعا الزومبا هي ازاي بتحرق الدهون؟ التركيز، يعني انا مثلا بعمل حركات زومبا، المتدربين اللي ورايا لازم يركزوا انا بعمل ايه ويعملوا زي التركيز ده في حد ذاته بيعمل توافق عصبي او عضلي في نفس الوقت، فده بيساهم في حرق الدهون. هو ده حرق الدهون غير الحركه طبعا، هو المجهود الذهني، يعني المجهود الذهني بيقوم بتعزيز حرق الدهون اكتر. طب نقول اكتر او اكتر سن بي يعني يسمح لي ان هو برياضه الزومبا والايروبكس؟ جميع الاعمار عندنا في الزومبا ما فيش اي مشكله، بشرط سلامه المفاصل وما فيش يبقى ما فيش اي مشاكل. بالعكس يمكن مرضى القلب ممكن يشتغلوا بس بالراحه، لان اصلا عامه الرياضه مفيده جدا بالذات للكوليسترول. يعني انا ما فيش على حد علمي، احدث الدراسات بتقول ان ما فيش دواء لغايه دلوقتي اخترعوه ينزل الكوليسترول. اللي بينزل يعني بينزل الكوليسترول السيء والضار مع بعض، لكن الرياضه هي الحاجه الوحيده اللي بتنزل الكوليسترول الضار، ما فيش حاجه غيرها. والممارسه يعني احنا مش نتمرن بس، ده احنا نمارس الرياضه كانها لايف ستايل بالظبط، طول حياتنا نمارس رياضه. اقلها المشي، اقل حاجه في الرياضه المشي. المشي بصفه مستمره بالذات لكبار السن، يعني اكيد في زومبا لكبار السن اسمها جولدن زومبا او زومبا جولد، دي لكبار السن تنفع جدا. بس دي بتتميز بقى بايه؟ انها حركاتها ابطا شويه وابطا جدا، يعني من الحركات الزومبا الفتنس العاديه، عشان المفاصل طبعا، عشان المفاصل وعشان والنفس. طب اغلب اللي بيقول لك بقى يعني في التدريبات دي سيدات ولا هي سيدات وبنات صغيرين وسيدات وجميع الاعمار. احنا ان شاء الله يعني الاطفال قريب، بس الاطفال يعني بتحتاج حركات شويه برضو بطيئه ابطا، وبتبقى ممتعه جدا على فكره للاطفال. 6 سنين 5 سنين، هو دلوقتي ما فيش حاجه، اطفال دلوقتي من 4 سنين، يعني بقول الطفل بيصعب من 4 سنين دلوقتي، من 5 6 سنين كويس خالص، والحركه بتبقى بطيئه وبتعمل روح حلوه، روح جميله جدا في التمرين وطاقه ايجابيه، وفي هرمون السعاده اللي هو مش نادرا لما بنلاقيه الايام دي بيطلع في الرياضه طبعا. الاكتئاب حلو الرياضه، يعني انت متضايقه من حاجه عندك توتر بتروحي تمارسي رياضه. المشي يعني برضو بقول اقلها المشي، يعني زمان كان يقولوا ايه انت متضايق روح امشي اتمشى شويه، طلع طاقتك في المشي، لان كل الكورتيزون ده عباره عن طاقه طالعه من الجسم، ما لقيتش تفريغ ليها هتقوم ايه متخزنه في صوره دهون، وخصوصا في البطن السفليه، لان البطن السفليه البطن مشكله كل السيدات البطن السفليه الكورتيزون.
ده كله تخزين طاقة وتوتر وأغلبها نفسي يعني. فالحل ليها ممارسة الرياضة والمشي باستمرار، لأن احنا دلوقتي أغلب مشاورنا عربيات ومواصلات، أقل مشوار بنركب له عربية، فالمشي بنشغل بس الجسم شوية. طب انسب حاجه عشان واحد ينزل البطن بقى للسيدات يعني، وحاجات في البيت يعني الزومبا بيتهيالي اسهل. هو انا نزول البطن ده اهم حاجه، النظام الغذائي وبعدها الرياضه مش العكس. يعني احنا ممكن نعمل رياضه مظبوط وكل حاجه بس ناكل غلط، ما بقى ما عندناش حاجه، او لو لقينا تغير هنشوف تغير طفيف يعني في البطن. لكن البطن عباره عن ايه؟ عن سكر ومعجنات من الاخر كده، وتوتر وشويه توتر طبعا. في بتبقى ساعات حالات انفصال عضلي نتيجه الحمل والولاده والحاجات دي، ليها تمارين برضو مخصوص. لكن في الاول في الاخر البطن محيط الخصره عامه عباره عن سكر وحلويات ومعجنات طبعا، وقله خضار. يعني احنا ما فيش ارخص من الخضار، لا احنا بقى بنسيب الخضار ونروح نشويات، بنصرف في نشويات واكلنا كله نشويات. فبالتالي النشويات دي طاقه مختزنه وخلاص. احنا ممكن نعيش بربع اللي بناكله على فكره، يعني احنا اكلنا اللي بناكله ده ممكن يعيش 2-3 غيرنا. ايوه بالظبط، بدليل ان احنا عندنا دهون، الدهون دي طاقه طالعه من الجسم مختزنه في الجسم، فاحنا ممكن نعيش يعني بربع اللي بناكله، بتلت اللي بناكله. يعني هو يبقى لازم مع التمارين دي لازم النظام الغذائي. محدش بيجيب نتيجه الا لما يتبع نظام غذائي ويصلح من عادته الغذائيه، عاداته الغذائيه اللي اتربينا عليها. منها العيش، بناكل عيش بكميات كبيره. العيش ده مشكله يعني، الدكاتره برضو صورنا معاهم قالوا المشكله في النظام الغذائي في العيش، العيش والسكر والحلويات. الحلويات دلوقتي ما فيش اكتر منها، يعني لما تدخلي سوبر ماركت اي سوبر ماركت تلاقي اكتر حاجه فيه ايه؟ الحلويات. البطاطس فهو الواحد طب النظام الغذائي تبعه ازاي بقى لو حابب؟ النظام الغذائي اي واحده عايزه تخس او تنزل من دهون جسمها بنلجا للخضار. بيبقى نص طبقنا خضار. خضار يعني بين المطبوخ عادي ولا سوتيه؟ بين المطبوخ، مش كل الناس بتحب السوتيه، مع ان يعني احنا ممكن يعني السوتيه مش وحش والله، لكن لو عملناه بطريقه لذيذه يعني زي عملناه على البخار او في ميه وبعدين شوحناه بزبده وحطينا عليه ملح وفلفل هيبقى طعمه جميل جدا. شربه الخضار تعتبر بالنسبه لي السوتيه. مش بنحب السوتيه، بنعمل الاكل بتاعنا نايف ني زي زمان كده، الاكل الحلو الخفيف او في الفرن. بنلجا للسلطه الخضراء بانواعها، يعني مش في ناس ما بتحبش السلطات اصلا، فبلجا ساعتها اقول لها كلي اي مكون من مكونات السلطه، يعني كلي خيار لوحده، كلي خس لوحده، جرجير، اي حاجه. في انواع من السلطه كتير، يعني سلطه الفراخ، سلطه المشروم، سلطه التفاح، حاجات خفيفه كده. يعني احنا خدنا على السلطه البلدي ونسحب على كده خلاص، مش عايزه تاني. بنلجا للخضار والبروتين والنشويات، بس النشويات مش اي انواع، النشويات الصحيه اللي زي ايه بقى؟ زي البطاطس اللي احنا بنستخدمها استخدام خاطئ ونحمرها. ممكن تتشوف ممكن الفرن. تتحط في صينيه في الفرن عادي، او تتحط في الاير فراي. البطاطا هي الموسم بتاعها دلوقتي خلاص، تعتبر برضو مصادر نشويات مهمه جدا وصحيه وفيها حديد وفيها كل العناصر الغذائيه، بس مشكلتها ان احنا برضو بناكلها كميات كبيره. احنا بنحب البطاطا، بنستخدمها كمان غلط، بنعمل بيها صواني عليها بشاميل ومكسرات ومش عارف وسكر، وندخلها في موضوع يعني المفروض تتاكل مسلوقه على الاقل او مشويه. المسلوقه افضل، لان تركيز الدهون في تركيز السكر في المشوي اكتر. في الفرن الميه بتنشف السكر بتركز فيها، يبقى مسلوقه احسن. احنا بقى حياتنا خاليه من البروتين تقريبا، يعني احنا حياتنا نشويات، رغم ان البروتين مهم لتكوين الخلايا، يعني يعتبر لتكوين الخلايا والحرق الدهون وزياده معدل الحرق، لان عشان الجسم يحرق البروتين او يهضمه بيولد طاقه اعلى، فبالتالي الدهون فبالتالي الطبق لازم يكون متكامل. في بروتين نباتي وبروتين حيواني، طبعا احنا عشان في ظل الظروف الاقتصاديه دلوقتي مش كله بيلجا للبروتين الحيواني، بنجمع بين البروتين النباتي، نوعين بروتين نباتي زي العدس والحمص عشان يدينا الاحماض الامينيه التسعه بتاعه البروتين الحيواني. يعني بقول لك الخضار، انت تقولي الخضار اهم حاجه في طبعا الخضار طبعا. طب في انواع
خضروات كده بتحرق الدهون، يعني الواحد يكتر فيها. جميع الكرفس حارق للدهون طبعا، الكرفس اهمها، الكرنب، بس الشوربه، الشوربه بتاعت الكرنب، اي خضروات ورقيه عموما، والتوابل على فكره برضو بتحرق، البابريكا، الكاري، الكركم، الحاجات دي كلها بتحرق الدهون. الاعشاب زي الكمون، الشاي الاخضر، البابونج، اليانسون، الحاجات دي كلها بتحرق الدهون. بس هي مش بتحرق الدهون، هي بتساهم في رفع معدل الحرق بحاجة 1%، لان الباقي، الباقي من خلال المية والحركة، يعني مية زائد حركة بيساوي معدل نشاط اكتر للغدة. والمية صحيح بتخسس يا علياء؟ يعني طبعا طبعا المية كتير، طبعا المية دي بتطرد الخلايا الدهنية في الجسم، بتبقى ممتلئة على اخرها، اللي بيدفع الخلايا دي انها تتخلص من الدهون هي المية. زي خط، زي موضوع خط بارليف كده، زي ما شلنا الرمله بالميه، نفس الموضوع بالظبط. كل ما نشرب ميه اكتر، كل ما الدهون تنزل اكتر، 50% من دهون الجسم بتنزل بالميه، بس نشرب الميه بالمعقول، يعني لان برضو زياده شرب الميه سم مائي بالظبط. طب المراميه بتذوب الدهون يعني؟ اي اعشاب، اي اعشاب، كل حاجه ليها هدف. الاعشاب عموما بترفع مناعه الجسم، يعني اهم حاجه، اهم ميزه ليها ترفع مناعة الجسم، وبتساهم في رفع معدل الحرق بنسبة بسيطة اللي هي 1%. عشان في ناس دلوقتي بتتجه للأعشاب كمصدر ان هي تعتمد عليها 100%، وانا بشرب شاي اخضر عشان احرق وتاكل اللي هي عايزاه، لا طبعا غلط. او مثلا تلخبط في الاكل، تلخبط في النظام الغذائي وتشرب بعدها شاي اخضر، تقول انا كده ما عملتش حاجه، بالعكس. لازم يبقى النظام في كله، يعني لازم في كله، نوعيه الاكل ومع الاعشاب بالظبط، ما يبقاش حاجه واحده بالظبط. كابتن علياء حمدي مدربة لياقة بدنية زومبا ايروكس، نورتينا ونشكر حضرتك. شكرا. شكر حضرتك. مشاهدينا بنروح معاكم لطريقة عمل أقراص الخضروات، نشوف الطبق ونرجع لحضرتك.